الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الكريم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد يسأل فيقول أنا قرأت كثير عن التمكين وسمعت كثير عن التمكين لكن من شايف التمكين ده في حياة الأمة واخد مساحة والواقع والادوات المعاصره بتقول ان التمكين ده وهم والتمكين في في الدول في الدول الحديثه او في الواقع المعاصر مش منطقي بصوره من الصور وبالتالي الناس اللي بتتكلم عن التمكين وتمكين الله تعالى للمسلمين والموحدين احنا فين والناس فين؟ ده احنا بينا وبينهم مئات السنوات في تقنيه وفي التقدم وفي الحضاره وفي حاجات كتير قوي. التمكين ايه؟ وهل فعلا في تمكين؟ والآيات اللي في القرآن دي بتأكد لينا احنا ده ولا الناس اللي فاتت؟ وهل بالفعل ممكن المسلمين أنا عندهم تمكين بعد كده؟ وهل التو... التمكين ده قانون أصلا في القرآن؟ وهل التمكين ده لازم للأمة الإسلامية؟ والتمكين ده له طب له شروط مثلا وله أهداف وليه التمكين؟ وإيه مواصفات التمكين؟ وإيه الحاجات اللي ممكن تعطل التمكين؟ القرآن ضبط الموضوع ده ولا دي مجرد افكار سياسيه بتستخدمها بعض الجماعات وبعض التيارات وبعض الايديولوجيات هل في حاجه اسمها التمكين بالفعل ولو قانون محدود وضوابط محدود ومهمه محدوده وصفات محدوده <applause> سؤال رائع جدا جدا حقيقه لكن بأكد قبل ما أقول الإجابة وأقول القانون إن أي انعكاس لك انعكاسات سلبية لواقعنا فبتأكد هذه الانعكاسات قد إيه المساحة اللي بينه وبين قوانين القرآن كل ما مساحة انحرافنا بعدت دل ذلك على ابتعادنا عن قوانين القرآن كل ما كانت وسائل العلاج قريبة تحس إن إحنا قريبين من قوانين القرآن تعال الأول نقول القانون بيقول إيه وإحنا فين منه ونتحرك مع بعض وبالراحة كده ربنا سبحانه وتعالى وعد وعدا في كتابه العظيم الحكيم وعدا صادقا قائما إلى يوم القيامة وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا الوعد ليس خاصا بعهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعصر الخلفاء الراشدين ولا بالعصر العباسي ولا الاموي ولا العثماني ولا القديم والحديث. هذا قانون مستمر، هذا ضابط مستمر، هذه منهجيه قرانيه مستمره. ربنا بيدل الأمة على طريق التمكين، وإن التمكين ده وعد، بس وعد موضوع فوق أسباب، مجموعة من الأسباب المادية. التمكين لا يحدث إلا بإرادة كونية، ولكن هذه الإرادة الكونية الله تعالى وضع لها بعض الأسباب التي تؤدي إليها، ربما الأسباب لا تؤدي إليها باللازم. لكن الله تعالى يمنح الامم ويمنح السالكين تمكينا من عنده تعالى فضلا منه وكرما منه وعطاء منه سبحانه وتعالى وبالتالي فالتمكين سنه حتى في الدعوات والله تعالى حينما يذكر لنا قصص الانبياء لا يحكي للتسليه انما ليؤكد لنا تلك القوانين وان هذه القوانين اعملت اعملت في من كان سابقا من الانبياء ومن الدعوات ولم تكن مهمله ولم تكن حلما ولم تكن مجرد امل من الامال فهذا التمكين كان قانونا مع سيدنا ابراهيم وممكن تتعجب تقول لي أي التمكين مع سيدنا ابراهيم؟ سيدنا ابراهيم لم يقم دوله ولم تؤمن به يعني امه ولم يكن له امه اصلا فامن له روط وزوجته بعد كده لكن لم يكن له قوم يؤمن به لم يؤمن به أحد عليه السلام لكنه قام بواجبه قام بواجبه فتحقق بالصلاح وقام بواجبه الدعوي وانطلق به يدعو ويكلم كل الناس بكل الأدوات يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون الشيطان وليا ويقوم أف لكم ولما تعبدون من دون الله فلا تعقلون وتحرك في قومه فأدى واجبة ثم استقام على أمر ربه وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن واستقام على أمره فأداه على أحسن ما يكون وإبراهيم الذي وفى فمكن له تعالى بأن أسمع صوته كل الخلائق إلى يوم القيامة الله ده مش تمكين في قومه ده تمكين في البشرية إلى يوم القيامة وجعله تعالى للناس إماما إني جاعلك للناس إماما فالتمكين مش تمكين زمني ده تمكين دعوة وتمكين ليس للأفراد ليس للأشخاص ولكن للدعوات والتمكين في الأصل هو للدعوة وليس لمجرد الداعية ليس لشخص الداعية ولكن للدعوة التي يحملها الداعية فقد يموت الداعية وتبقى دعوته تمكن له بعد ذلك وسأتحدث عنها فإبراهيم وفى فجعله الله تعالى للناس إمامة لأنه كان وحده أمة إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن مشركين تحقق بالإخلاص والعمل الصالح وأخذ بالأسباب ولذلك جعل الله حتي وقفته مقاما محمودا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وآخر أمة جاءها القرآن يأتيها القرآن فينص القرآن على تبعيتها لابراهيم الذي سماها مسلمين هو سماه وهو سماكم المسلمين من قبل ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم تبع مله ابراهيم حنيفا. اذا هذا هذا قمه التمكين ان تبقى الرساله الى ابد الابدين هذا قمه التمكين وان لم يكن معه العدد. وهذا موسى عليه السلام يعاني مع قومه ويعاني مع فرعون والله تعالى ويدعو الله تعالى أن يهلك فرعون ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضل عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب عليهم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين يعلمون وربنا يمكن له لكن هذا اسمه تمكين جزئي بمعنى إيه أغرق الله فأغرقناه وجنوده أجمعين أغرق فرعون وجنود فرعون جميعا لكن هل كان إغراق فرعون تمكينا لبني إسرائيل لا لم يكن تمكينا لبني إسرائيل بل لم يكن تمكينا كاملا لموسى عليه السلام بنو إسرائيل جاءتهم الآيات تلو الآيات بعد نجاهم الله تعالى من فرعون فرعون مات وجنود فرعون مات لكن الطغيان في جوه لسه لم, يتحق لم يتحققوا بالتمكين فإهلاك الظالمين لا يعني نصرة المظلومين، تاني اهلاك الظالمين لا يعني نصرة للمظلومين. نصرة المظلومين الاخذ بالاسباب والاخذ بطريق التمكين. فالمظلومية لا تكفي للنصرة ولا تكفي للتمكين. فالله تعالى يغير في الارض بطريقتين بقانونين. القانون الاول ان الناس تتغير في علاقتها بالله وبدينها فيغيرها الله تعالى ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم قانون قانون ليس مجرد كلام الطريقه الثانيه ايه ان الظلم يزداد عن حده ان الظلم يزداد والبغي يزداد والطغيان يزداد فيتدخل الله لازالته ازاله الظلم لكن مش تمكين المظلوم فقد يأتي يذهب الظلم ويأتي ظلم غيره وغيره لكن التمكين بمعناه الحقيقي هو تغير الناس في الأنفس ومن هنا فإبراهيم تغير موسى عليه السلام جاهد مع قومه وأغرق الله فرعون وجنوده ولكن لم يستقر الإيمان في قلوب المظلومين لم يستقر الإيمان في قلوب بني إسرائيل عبدوا العجل وطلبوا مطالب لا تعد ولا تحصى فكانت النتيجة أن كتب الله عليهم التيه أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين في التيه وسيدنا موسى يموت في التيه ولا يحدث التمكين إلا بعد موته لكن التمكين له لأنه صاحب الرسالة التمكين للدعوة قلنا التمكين للدعوة ليس الشرط للدعية الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك ممكن تشوف العاقبه اللي يحصل لهم من تكذيب او نتوفي انك ما تشوفهمش ما تشوفش ده فالينا يرجعون وفي الايه الثانيه فانما عليك البلاغ وعلينا الحساب اذا التمكين للدعوه يستمر اما الداعي فقد يموت وقد لا يرى لكن علي عليه البلاغ فانما عليك البلاغ وعلينا الحساب فالينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون والله تعالى قال لبني اسرائيل عن هذا التمكين الجزئي ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ده اسمه تمكين جزئي، اهلاك الظالمين تمكين جزئي، لكن التمكين الكلي بقاء الدعوة واستقرارها وأن تكون كلمة الله العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. لم يتحقق بنو إسرائيل بتلك الصفات فكتب عليهم التيه حتى أخرج الله جيلا جديدا يحمل مفاهيم التمكين وأدوات التمكين ووسائل التمكين وأهداف التمكين فهنالك حدث الفلاح حدثوا ومروا بتجارب كثيرة شربوا من النهر ثم ثبتوا ثم صمدوا حتى قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون حدث التصفية كبيرة حتى تبقى تلك الثلة الموعودة بالتمكين وقتل داود جالوت وأعطاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء سيدنا يوسف عليه السلام يمر بمحنة البناء العقدي والإيماني ويمكن له تمكين جزئي بداية حينما يأخذه عزيز مصر إلى بيته ويتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث ما كانش لسه تمكين ده لسه يا بدأ يستقر شوية في أنه بقى عبد ولكن في مكان اتخذوه ولد وعمل معاملة كريمة بعد أن كان يباح في السوق كعبد لكن هذا نوع من التمكين يسموه تم تمكين جزئي خاص لكن لما صبر على فتن النساء وقال معاذ الله وصمد على أمام كل فتن الإغراء وصمد أمام فتنة السجن وقام بدعوته في السجن واستقام خلقه في السجن وأرلس التوحيد في السجن خرج من السجن ممكنا عزيزا ولذلك التمكين الآية الثانية الأولى وكذلك مكنا ليوسف أرضي ولنعلمه في الأحاديث في الأولى الثانية: وكذلك مكنا ليوسف الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. وكذا طريق الأنبياء جميعاً وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحب الكرام بعد أن كانوا يطاردون ويقتلون ويهاجرون. يقول تعالى: وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضاً لم تطوها وكان الله على كل شيء قدير. مكن الله لهم تعالى فملأت الدعوة الآفاق حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا علته كلمة الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل ينتشر الإسلام في العالم هذا هو التمكين وظلت الأمة كذلك تسعى في التمكين ويمكن لها وبالمناسبة هناك تمكين أحيانا للكفار ولكن تمكين ابتلاء ولما قد مكناكم فيما إن مكناهم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين إذا الله تعالى له سنة في الخلق قد يمكن لبعض الناس أو يبكي لبعض الأمم وضب لهم مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فاذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ومن هنا فقانون التمكين يعمل ولكن بدايه لماذا؟ لماذا يحدث التمكين؟ ومن الذين هم يستحقون التمكين؟ يقول تعالى: وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات فالتمكين الحقيقي للدعوات يكون الذين امنوا وامنوا بمقاييس القران. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وعلى ربهم يتوكلون، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم اللغو معرضون، والذين الزكاة فاعلون، والذين فروجهم حافظون، يتحققوا بصفات الإيمان الفاعل. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. مش مش مجرد إدعاء، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. تحققوا بالإيمان استقامة وليس ادعاء وليست إعلانات وليست عبارات وليست شعارات سلوكا حقيقيا في الأرض يطبق تحققوا بالإيمان وعد الله الذين آمنوا منكم الله وهذه منحة من الله تعالى آمنوا منكم منكم أيها المؤمنين منا منا نحن من كل عصر من عصور الإسلام منا وعملوا الصالحات فالإيمان بلا عمل صالح لا يسمى إيمانا وعمل الصالحات وفق مراد الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مش وفق مرادك وهوائك أمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم الاستخلاف هنا هو أصلا نازل خليفة فالاستخلاف هنا أن يستخدمه لنصرة الدين أن يستخدمه لرفع الراية ان يستخدمه لنشر الدعوه ان يستخلفه لتعبيد الارض لله تعالى ان يستخدمه لصناعه الحياه وفق منهج الاسلام ان يستخدم لرفع رايه الاسلام وتطبيق سنه النبي صلى الله عليه وسلم وتطبيق منهجيه الاستخدام ده الاستخلاف الحقيقي فيعمر الارض بسم الله في الارض بسم الله وفي المصنع بسم الله وفي التجاره بسم الله وفي الاسواق بسم الله وفي المزارع بسم الله وفي حربه بسم الله وفي سلامه بسم الله ليس باسم اي شيء اخر. ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم. وليمكنن لهم الله هو دي المهمه جدا. وليمكنن لهم دينهم. الفكره مش الفاظ مش اشخاص مش مسميات مش تيارات مش احزاب دينهم. التمكين للدين وليس للأفراد التمكين لدين الله الأفراد اللي حملوا الدين يستحقوا التمكين وليس المجموعات لا الدين نفسه يتحققوا بالدين ولو مكننا لهم دينهم وليس أي دين دينهم الذي ارتضى لهم فلو دين على مزاجه ولو دين بطريقته أو دين بأهوائه أو منحرف عن دين الله تعالى تطبيقا وسلوكا لا يستحق التمكين دينهم علشان لما مجل الابتداع لما مجل التأليف لما مجال الانحراف لما للمداهنه، المداهنة لمجل التنازل كل ده ما يستحقش التمكين فدينهم الذي ارتضى لهم دين ربنا اللي ارتضى ربنا مش دينك وفق مزاجك وفق أيديولوجيتك وفق رؤيتك وفق مصلحتك دينهم الذي ارتضى لهم ولو يبدلنهم سبحانه والخوف اللي عندك ده ربنا هيبدلك أمن ولو أنهم من ان بعد خوفهم أمنا بشرطين يعبدونني يتحققون بالعبودية لله تعالى فلا يرجون سواه ولا يعملون لغير وجهه سبحانه وتعالى يخلصون في كل عمل صغير أو كبير يعبدونني الأرض كلها تبقى عباد عملهم كله عبادة قل إن صلاتي ونسكي ومحياي أكلي وشربي ونومي وعملي واستيقاظي وحركتي كلها لله يعبدونني لا يشركون بي شيئا فقد يعبدونه ويشركون أو ينافقون أو يراؤون ولكن لا قيمة لهذا العمل أنا أغنى الشركاء عن الشريك ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لأن أشركت لَيَحْبَطْنَ عملك ولا تكون من الخاسرين فطريقه طريق مرسوم مرسوم بدقة شديدة يعبدونني لا يشركون بشيء أما هؤلاء فمهمتهم في قانون التمكين واضحة المعالم مش متروكة كده أي حد يألف فيها ده ربنا انهاها سبحانه وتعالى بيقول الناس دي اللي هيتمكنوا مش هيتمكنوا عشان يبقوا هم السلاطين وهم الاحزاء والقوه وهم الرئاسه وهم الزعامه وهم الامبراطوريه يتحكموا في الناس لا ده التمكين لقوم لهم مواصفات ومهمه محدده جدا ايه المهمه دي؟ الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور ناس أصحاب رسالة أقاموا الصلاة دلالة على شعائر الله تعالى التعبدية كلها ومش أداء الصلاة إقامة الصلاة أي إقامة الدين وفق مراد الله إقامة الصلاة المحافظة عليها كشعيرة الدين ثم التعبد لله بكل صوره وأشكاله إقامة الدين في الأرض أن أقيموا الدين فهؤلاء يقيمون الصلاة حق الله سبحانه وتعالى فكل حقوق الله وعلى رأسها الصلاة يقومون بها يبقى التمكين لأجل تطبيق شرع الله تعالى لكن تقول لي لا خلي الشرع دلوقتي أصل الغرب مش موافق على الشرع أصل الحلفاء اللي معانا أصل الاصطفاف اللي معانا أصل المجموعة اللي معانا أصل الناس اللي مش عارف إيه مش مش شريعة مش تمكين مش مشروع إسلامي مش قضية إسلام وعد الله هؤلاء الذين مهمتهم واضحة جدا لذا ما كانوا دي أقاموا الصلاة يبقى حق الله تعالى قاموا به وآتوا الزكاة حق العباد وحق الفقراء وحق المساكين وحق الضعفاء قاموا به وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر في نفوسهم بداية ومع إخوانهم ثانيا انصر أخاك ظالما أو مظلوما فإن لم تستطع أن تقيم الحق فيما بينك كيف تقيم الحق مع الناس وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، سواء المعروف على مستوى الصغير أو على مستوى الكبير، فكانوا حدا من حدود الله، كانوا سيف ربنا سبحانه وتعالى أمام الطغاة والمجرمين، فأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ونحن على ذلك كله أن نتقي الله سبحانه وتعالى ونكون من جنود الإسلام نبايع ربنا سبحانه وتعالى أن نكون من أهله وإن تصدق الله يصدق ربنا سيفتح لك بابا لنصرته ويفتح لك بابا للتمكين ويفتح بابا لك بابا للعمل في دينه ولكن تخلص وتعمل وتبذل ابذل في, و... في وسعك وإذا قامت القيمة في يد أحدكم فسيلة فليغرسها لا تتأخر لا تسوف ولكن انطلق من عقيدة راسخة أن وعد الله لن يتأخر وسيحدث بإذن الله تعالى ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كان الكافرون وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان تعاون مع المسلمين والصالحين في كل الأقطار ثم العلم العلم والقوة من أبرز المعينات على التمكين فقتل طالوت جالوت واعطاه الله الملك والحكمه وذو القرنين لما مكن الله تعالى كان عنده علم هذا العلم كان احد مفاتيح القوه مفاتيح التمكين ربنا ذكر لنا ذو القرنين حتى يؤكد لنا ان التمكين لا يتم الا بعلم راسخ وقبل العلم ان تتمكن من ادوات الاثابه والاحسان الاثابه والمعاقبه الذي لا يملك الاثابه والمعاقبه لا يملك التمكين ذو القرنين ربنا سبحانه وتعالى لما بعثه الى مغرب الشمس وصاحب التمكين يذهب الى مغرب الشمس والى مشرق الشمس يتحرك في كل مكان يحمل الاسلام لما ذهب الى هناك وجد عندها قوما قالوا يا ذا القرنين اما ان تعذبه واما ان تتخذ فيهم حسنا قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرة واما من امن وعمل صالحا فله جزاء حسنا وسنقول له من امرنا يسرا، اول منطلقات التمكين بعد الايمان انه يملك الاثابه ويملك المعاقبه، اذا لم يكن يملك الاثابه والمعاقبه لا يستطيع ان يؤدي بناء او تمكين، والتمكين كما علمنا منذ قرنين هو استثمار طاقات الناس، مش انت تاكل الناس وان شاء الله لا، تستثمر طاقتهم. الدعاء ان يستخدمك الله تعالى. اللهم مكن لدينك في الارض، اللهم مكن لشرعك في الارض، اللهم اجعلنا مفاتيح لكل خير، مغاليق لكل شر، اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا، اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا، اللهم انفع بنا المسلمين في كل مكان، اللهم اجعلنا من سهامك وجنودك، اللهم اجعلنا من اهلك وخاصتك، اللهم افتح لنا بابا ندخل منه اليك، ونلج منه عليك اللهم أرنا الإسلام منصورا وأرنا الكفر مدحورا اللهم فرجا قريبا وفتحا مبينا ونصرا عزيزا برحمتك يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين